يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مليون مبروك. شوط اول للنادي الاهلي بيقطعه بيفوز على فريق الترجي التونسي في ملعب رادس بهدف مقابل لا شيء. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء نجم المباراه ورجل المباراه الكابتن مستر بيتسو موسيماني. مستر بيتسو، مباراه تكتيكيا كبيره وشخصيه المدير الفني دايما بتبان في المباريات الكبيره في ظل ضغوط وفي ظل صعوبات وبعض المشاغبات من الجمهور، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت حاضره النهارده في ارض الملعب. We are a big team. We understand things happen before the match, even during the game. I don't think this was worse than when we went to Hilal last on the Hilal when Ali went to Hilal. The last Champions League was more difficult than this because we had people inside the pitch at that time. So we understand these things that they do happen, and we should be ready for anything. It's Champions League, and especially when supporters are allowed into the stadium, there will always be something that might happen. But we don't want to make excuses, even if we lost. I'm not saying this because we won the game. Even if we lost, we should focus on the match and try and win the match. Yes, it affects us physically because in the end we didn't have enough resources because we the last time we ate was four hours on that, and the weather is hot here, and it's a big game, so we could have finished much stronger. But alhamdulillah, we won the match. وبيقولوا حضرتك طبعا النادي الاهلي فرقه كبيره، المفروض بتتعامل مع كل الظروف اللي حصلت قبل المباراه وحتى اثناء المباراه. حتى بيقول احنا متعودين على ده، الاجواء دي حتى عشناها قبل كده في السودان، ففي الهلال قلت له ماتش المريخ لعبنا المريخ، قال لا الهلال انتوا لعبتوه قبل ما هو يكون معانا، لعبناه مع فايدر، كانت الاجواء يمكن اصعب من كده عشان الجمهور نزل الملعب، ومع ذلك قدرنا نعدي الموضوع. ما كانش عندنا مشكله نتعامل مع المواقف اللي زي دي. يمكن التحدي الوحيد او كانت الصعوبه الوحيده في نقطه ان احنا كنا واكلين 3 ساعات قبل الماتش، والماتش اتاخر ساعه بقت 4 ساعات قبل الماتش، فكان قعدنا فتره كبيره من غير ما يكون في يعني اخر دقائق في الماتش ما كانش في طاقه او لعيبه انها تجري لان الاكل بقى لها فتره طويله. لكن بخلاف كده كحته شخصيه النادي الاهلي قادرين يفرض نفسهم في المواقف الصعبه والماتشات اللي زي دي. مستر بيتسو، دايما اللعيب بيستمد شخصيته من شخصيه المدرب، شفنا الثقه والهدوء والتركيز على مستر بيتسو موسيماني لما شاف هذه الاحداث، وده اللي انعكس على اللاعبين في ارض الملعب. اللعيبه هاديه مركزه عندها ثقه، اعتقد دور كبير جدا لمستر بيتسو موسيماني في هذا الامر. Yeah, we have an obligation to the players to keep them calm because they are the ones we have to play, and we have to leave the rest to the officials. Saeed, Captain Saeed, and everybody was around to can deal with the situation. The players must stay calm, must stay in the dressing room, and what was important is to keep them motivated. But the difficult thing is we plan and we build up towards the match, and then the build-up motivation goes down because we don't play, and to bring it back was a little bit difficult. But we have players who are like captains, like Shenawi, Saad Samir. They kept the team up and kept the team up that we should not lose concentration and focus on what's happening on the other side. It's not all about me. It's about I have all the support and Saeed is there, Captain Saeed, to keep the team going. And I've got Sammy, I've got everybody. I've got Amr. I'm surrounded by important people. I would not make it alone. وبيقول حياتك ده يعني ده واجبي، ده يعني ده التزام عليا او ان انا اعمل ده مع اللعيبه. انا اخذت اللعيبه في اوضه اللبس، هم دورهم بس ان هم يلعبوا كوره ومركزين في الحته الفنيه. الحته الاداريه دي بتاعت الاداريين بتوع الفريق زي كابتن سيد والجهاز الاداري اللي معاه، انا خدتهم وهم عرفنا نهديهم ويركزوا بس في المباراه. المشكله بس اللي حصلت ان احنا طبعا حتى الدوافع بنبنيها واحده واحده قبل الماتش، بيكونوا في البيك في اعلى نقطه. طبعا لما هديوا خالص فوت ترجع تاني تحطهم دوافع وتحطهم ترجعهم تاني في الحته النفسيه اللي قبل المباراه. بس طبعا انا ما بعملهاش لوحدي، انا معايا كابتن شناوي وكابتن سعد سمير واللعيبه الكبيره في الفريق بتساعدني في الحته دي. انا محاط بناس بتساعدني في الحته دي، مش هم بس، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كمان بيساعدوني في الحته دي. مستر بيتسو، على الرغم من تغير طريقه اللعب او تغير الافراد، ولكن شخصيه النادي الاهلي حاضره في الملعب، موجود قفشه او على مقاعد البدلاء او في ارض الملعب او اي لعيب في الملعب،
صنعت ان الفريق هو النجم. No, we don't have our team doesn't depend on one player. And remember, Afsa is injured. Afsa is still not fully fit. He came from injury in Berkane when we played Berkane in Morocco. And I always tell the players that our team is a very good team, is a strong team. And I've seen Ali win without all the players. We had corona, we had injuries, we had everything. And Ali keeps winning without, it doesn't matter who plays, who doesn't play. So we need to keep the team like that, that everybody must understand that every individual in the team is very important. Even me, the coach, at one stage I had corona, the team went to win. You know, we had Shenawi out against Zamalek, we won the match. We had Afsa out other games, we won the match. There's no one who is more important than the team. We are all important. بيقول حياتك ان قفشه لعيب مهم جدا بالنسبه لي، بس فرقتي ما بتعتمدش على لعيب. قفشه اتصاب في ماتش السوبر في لما كنا في قطر ورجع، وطبعا ما كانش موجود معانا ونزل. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اسيبها ولا ايه؟ اوكي. ومع ذلك لعبنا ومن غيره قبل كده برضو الفرقه، يعني زي ما احنا بنقول الاهلي بما انحدر، اي لعيبه موجوده بتادي. قدام الزمالك الشناوي ما كانش موجود ومع ذلك كسبنا. جه فتره من فترات كان في لعيبه غايبه بسبب الكورونا، ومع ذلك الفرقه كانت بتكسب لان النجم هو الفريق. حتى انا كمدير فني جه فتره جالي كانت الكورونا ما كنتش موجود والفرقه كانت بتكسب. فالاهلي هو النجم، الاهلي هو اللي بيكسب بغض النظر مين بيلعب او مين موجود على الدكه. اخيرا بيمثل له ايه؟ بيعمل وهو بيعمل رقم قياسي ان النادي الاهلي بيفوز ثلاث مباريات في الدور نصف النهائي، ودي بتحصل لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ان انا افوز ثلاث مباريات في الدور نصف النهائي، مرتين على الوداد في القاهره وفي المغرب، والنهارده بتفوز على الترجي في ملعبه. Yeah, but for me it's not about, I'm not chasing glory, I'm not chasing records. It's about winning the next match. You must focus on the process. You know, the outcome will sort itself out. I'm not here to say I broke this record, I did what. I mean, Ali is big team. I found the team here big. I mean, there are other big coaches who have done better than me here. I haven't done nothing. There's coaches like Manuel Jose who are legends that people I admire and I respect. So I'm small. I'm just take it step by step. حضرتك مش جاي بهتمش موضوع الارقام القياسيه او المجد الشخصي وعملت ايه، انا بركز والنتائج وكل حاجه بتيجي لوحدها. انا ايه، انا صغير قدام مدربين كبار كانوا في تاريخ النادي الاهلي زي مانويل جوزيه، زي انا بالنسبه لي صغير وانا لسه صغير، انا لسه ببني، لسه بحاول ابني مجد مع النادي. Thank you. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيء. شوط اول انتهى هنا في رادس، ان شاء الله شوط ثاني ان شاء الله في القاهره يكلل بالانتصار ان شاء الله والصعود للنهائي وتحقيق البطوله العاشره بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.